السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على جيني سيفيل. كيف ما فايت هضرت لكم على لو اس تي جيني انفورماتيك اللي هو الفيليير اللي كنقرا فيه، قلت لكم اشنو كنقراو وعطيتكم معلومات على القرايه كيفاش دايره وكيفاش داير لو سيستيم ديال القرايه، لي بروجي اشنو هما لي موديل اللي كنقراو، اشنو نقدروا نديرو ستاج، اشنو كنديرو فيه الى اخره. الناس اللي مازال ما تفرجوش فيه نخلي لكم فيديو هنا، نخلي لكم في صندوق الوصف دخلوا تفرجوا فيه. في هاد لا فيديو غادي نهضروا على لو اس تي جيني سيفيل. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا بزاف ديال الحوايج. اول حاجه غادي نتعرفوا على لي موديل اللي غادي تقراو، اشنو غادي تقراو فيهم واشنو هما دوك المواد وكيفاش غادي تحتاجوهم في سوق الشغل. وغادي نهضروا على السيستيم ديال القرايه واشنو تقدروا ديروا من بعد ما تشدوا باك بليس 2 ديالكم اللي هي الدي اي تي، فين ديروا ليسونس بروفيسيونيل، فين تقدروا تكملوا السيكل ديال جينيور، شحال هو الصالير باش كيتخلصوا. هادشي كامل غنتعرفوا عليه.